السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ معاكم محمد سمير على قناة بيزا فيرست، خليك الاول. ان شاء الله النهاردة هنحل مع بعض امتحان محافظة الجيزة 2021. السؤال الاول جغرافيا. الف، امامك خريطة صماء لجمهورية الهند، اكتب في كراسة الاجابة مدلول الارقام الموقعة عليها. 1، هضبة، هتبقى هضبة الدكتور. 2، خليج البنغال. 3، مدينة بومبي. 4، هتبقى دولة باكستان. السؤال الأولاني ب، اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية. أول نقطة رقم 1، زراعة الأرض أكتر من مرة في العام لإشباع حاجات السكان، الإجابة هتبقى الزراعة الكثيفة. يستخرج رقم 2، يستخرج من عصارة أشجار استوائية وتصنع منه إطارات السيارات، الإجابة هتبقى المطاط الطبيعي. النقطة رقم 3، أكبر الأقاليم الصناعية في العالم الجديد هيبقى إقليم شمال شرق الولايات المتحدة. السؤال رقم ج، أو النقطة رقم ج في السؤال الأولاني، السؤال الأول أو النقطة الأولى فيها توطن الصناعة الألومنيوم في الدول المتقدمة، هتبقى الإجابة بسبب توافر المقومات لقيام هذه الصناعة، وهي طاقة كهربية، خبرة علمية وفنية، سوق محلية وخارجية تستوعب الإنتاج. النقطة رقم 2، قلة السكان في دلتا النيجر بسبب الظروف الطبيعية القاسية أو البيئة القاسية والغابات الاستوائية. رقم 3، تختلف الخصائص المناخية للسهول الوسطى في الولايات المتحدة من منطقة إلى منطقة أخرى، قوله بسبب امتدادها الكبير من الشمال إلى الجنوب. تاني، بسبب الامتداد الكبير من الشمال إلى الجنوب. إجابة السؤال الثاني في الجغرافيا، ألف، اكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. النقطة الأولى رقم 1، تعد قارة آسيا أولى قارات العالم إنتاجا للقمح، طبعا الإجابة صحيحة. 2، تشتهر أستراليا بإنتاج الأصواف من أغنام المارينو، طبعا هتبقى صح أو الإجابة صحيحة. رقم 4، إنتاج الكهرباء النووية يتم من المحطات النووية السلمية، برضو الإجابة صحيحة. رقم 5، ولاية ألاسكا عبارة عن مجموعة من الجزر تقع في وسط المحيط الهادي، طبعا هتبقى الإجابة خاطئة. طبعا احنا مش مطلوب مننا تصويت، بس التصويت بتاعها هيبقى جزر هاواي. السؤال رقم ب، بيقول لي كده فقرة أو قطعة، اتجه الإنسان بالفطرة نحو إشباع حاجاته من مأكل ومشرب ومأوى حتى وصل إلى الإنتاج الصناعي المتطور. في ضوء العبارة وضح ما يلي. 1، أهمية الإنتاج الزراعي. الإجابة بتاعت السؤال ده هتبقى إن المصدر للغذاء، مصدر للمواد الخام، ترتبط الزراعة بتربية الحيوانات، ويدخل بعض المحاصيل كمادة خام للصناعة. يبقى سؤال نقول تاني، أهمية الإنتاج الزراعي مصدر غذاء، مصدر المواد الخام، يرتبط بتربية الحيوانات. السؤال رقم 2، إيه وجه الشبه بين الفحم والغاز الطبيعي؟ طبعا وجه الشبه بين الفحم والغاز الطبيعي كلاهما يستخدم في توليد الكهرباء. كلاهما يستخدم في توليد الكهرباء. السؤال رقم النقطة الثالثة، علاقة الصناعة بتقدم الدول. أقول له بمنتهى البساطة أن الدولة المتقدمة هي اللي تقدمت فيها الصناعة تقدم مذهل، بتأخذ بالأساليب العلمية الحديثة وتطبيق نتائج الأبحاث والاختراعات في الصناعة. لسه مكملين معاكم يا شباب على قناة بيزا فيرست، خليك الأول. ودلوقتي هندخل على القسم الثاني من الامتحان، سنان التاريخ. إجابة السؤال الثالث، ألف، اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين. 1، أحد إنجازات ثورة 23 يوليو 1952 السياسية هيبقى الاختيار الرابع، اللي هو تأميم شركة قناة السويس. النقطة الثانية، وافقت هيئة الأمم المتحدة عام 1947 على، طبعا هتبقى النقطة أو الاختيار الأول، تقسيم فلسطين. رقم 3، إحكاما للحصار الاقتصادي العربي على إسرائيل سنة 1967 أغلقت مصر، طبعا هيبقى الاختيار الثالث، خليج العقبة. رقم 4، عادت طابة للسيادة المصرية مرة أخرى عن طريق، هيبقى التحكيم الدولي، اللي هو الاختيار رقم 2، يبقى عاد الطابة للسيادة المصرية مرة أخرى عن طريق التحكيم الدولي. رقم 5، الجهاز القضائي الأساسي للأمم المتحدة مقرها لاهاي بهولندا، الاختيار الثالث، محكمة العدل الدولية. السؤال رقم ب، دلل على صحة العبارات الآتية.
واحد، كان الانتخابات البرلمانية عام 2010 دور مهم في قيام ثورة 2011. أقول له حيث تم تزوير الانتخابات وحصل الحزب الوطني على 97% من مقاعد مجلس الشعب، وبذلك خلى المجلس من أي معارضة وطنية تذكر. السؤال رقم 2 في دلل لمصر دور أساسي في منظمة الاتحاد الإفريقي. قال له حيث استضافت أول قمة إفريقية على أرضها عام 1964، وتولت رئاسة الاتحاد الإفريقي للمرة الثالثة عام 2019. السؤال رقم جيم، ماذا يحدث إذا، في السؤال الثالث، فشل مؤتمر كامب ديفيد عام 1978. أقول له الإجابة لم يتم وضع إطار للسلام بين مصر وإسرائيل. لم يتم وضع إطار للسلام بين مصر وإسرائيل. مكملين معاكم يا شباب، وندخل في السؤال الرابع اللي هو من نقطتين ألف وب. النقطة الأولانية ألف، إلى من تنسب الأعمال الآتية؟ واحد، قام بتأسيس تنظيم الضباط الأحرار، طبعا هيبقى جمال عبد الناصر. اتنين، قدم مبادرة لوقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل أثناء حرب الاستنزاف، طبعا هيبقى وزير الخارجية الأمريكي روجرز. ممكن أكتب وزير الخارجية الأمريكي بين قوسين روجرز، وممكن أكتب روجرز على طول. تلاتة، تولى القيادة العامة الموحدة للقوات المصرية والسورية في حرب أكتوبر سنة 1973، طبعا هيبقى المشير أحمد إسماعيل. رقم 4، أنشأ مجلس شورى النواب عام 1866، هيبقى الخديوي إسماعيل. أول وزيرة للشؤون الاجتماعية في مصر عام 1962، طبعا هتبقى حكمة أبو زيد. رقم ب، ترجع أهمية فلسطين إلى أنها خط الدفاع من الجهة الشمالية لمستعمرتها في الشرق. فضول عبارة وضح ما يلي. واحد، أهمية فلسطين في قلب كل عربي. قل له واحد، بها المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. اتنين، إليها أسري بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، ولد بها السيد المسيح عليه السلام. رقم 2، إجراءات بريطانيا لتنفيذ وعد بلفور، هيبقى الإجابة من نقطتين، السماح والسماح. السماح بانتقال ملكية الأراضي من عرب فلسطين إلى اليهود عن طريق الشراء، والسماح بهجرة أعداد كبيرة جدا من اليهود إلى فلسطين. السماح بهجرة أعداد كبيرة جدا من اليهود إلى فلسطين. يبقى إجراءات بريطانيا لتنفيذ وعد بلفور، السماح بهجرة أعداد كبيرة من اليهود إلى فلسطين، والسماح بانتقال ملكية الأراضي من عرب فلسطين إلى اليهود عن طريق الشراء. آخر سؤال معانا، موقف مصر من اتفاقية أوسلو عام 1993. أيدت مصر الاتفاقية وما تلاها من اتفاقيات أخرى تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من فلسطين أو إقامة حكومة فلسطينية. نقول تاني، إيه موقف مصر من اتفاقية أوسلو سنة 1993؟ هنقول إن هي مصر أيدت اتفاقية أوسلو وما تلاها من اتفاقيات تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من فلسطين.